والله حضور كويس. تمشي وهنا مراقة وهنا دبابات في أشياء حلوة. هلا والله صح. نفس العادة هما زحمة خطيم، لكن إن شاء الله بنصور، نصور لعيونكم. يلا نرقى مرقى بندور. بسم الله. الجواد اليوم حلوة، أزيد من الطلعات اللي قبل، يعني الجادة خطوة السيارة اللي ما يعرف إيش معناه. يلا نكمل.
عليك. الله يستر. لازم ناخذ نفس شوي، نريح الدباب بعد ياخذ نفس، لان الجو شوي اليوم حر عكس الايام اللي راح، بس حلو يعتبر حر على براد شوي مزبوط. اما قبل لا، براد براد، تجمد انت والدباب. ايوه تخضخض، عاشت ام عزيز. ما شاء الله ما شاء الله، والله الذيب رقاه.
واسمع. صح يلا. دفنتم ودفنوه كله. بس شواني عليك اجازة عشان اشوف. احرج اربعة. السلام عليكم. مرحبا. ما شاء الله. عاد نختم الطلعة مفلوق ذا، وإن شاء الله القادم أفضل وأفضل. إذا عجبكم الفيديو أعطونا من اللايك والاشتراك، وحياكم عاد بحساباتي حقت التواصل عن طريق سناب أو انستغرام. نتشرفكم جميع ونشوفكم على خير إن شاء الله بطلعات أفضل وأفضل.